يخوض المنتخب الجزائري للناشئين أقل من 17 سنة مباراة حماسية وكبيرة وواعدة أمام المنتخب المغربي المتأهل على حساب اليمن إلى نهائي كأس العرب للناشئين. الجزائر المغرب في مباراة مهمة في الدور النهائي يوم الخميس 8 سبتمبر، بداية من الساعة 8 مساء بتوقيت الجزائر بملعب سيك بمعسكر. يذكر أن المباراة ستنقلها القناة الأرضية الجزائرية والقناة الشبابية 6 إلى بعض القنوات العربية الأخرى. هي مباراة بين الشقيقين سيحدد من خلالها حامل النسخة 4 المقامة حاليا في الجزائر، بعد النسخة 3 المقامة بقطر وبطلها منتخب العراق ووصيفها منتخب السعودية، 2012 النسخة 2 بتونس البطل منتخب تونس والوصيف منتخب العراق، والنسخة الأولى سنة 2011 السعودية البطل منتخب السعودية والوصيف منتخب سوريا. بالتوفيق للمنتخب الجزائري.